السلام عليكم خوتي المحسنين. احنا الكوب اللي كنا خرجنا بواحد التصريح وكانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، انا الزوجه ديال عبد العظيم اللي كيدير كيعاني من مرض قصور الكلوي وكيدير تصفيه عنده 3 مرات في الاسبوع، وكنا درنا فيديو على اساس اننا بغينا متبرع اللي تبرع لنا بكلوه، والحمد لله لقينا الناس يتجاوبوا معانا، كاينين الناس اللي باغيين يتبرعوا، ولكن حنا دابا محتاجين مصاريف العمليه. الله يجازيكم بخير، اللي كيعرف شي محسنين ويواصلنا بهم راه العين كبيره واليد قاصره. الله يجازيكم بخير لما تعاونوا معانا. انا بغيت نشوف الزوج ديالي بخير وعلى خير، بغيت نشوفه بصحه جيده. هو كيقول لي انا بغيت نمشي، انا باغي نخدم، ما بغيتكش تخرجي تبقاي تطلبي الناس، حيت هو خدرنا داك فيديو كاين اللي كيهضر معايا عادي، كاين اللي كينوي فيا نيه يعاود خايبه، كاين اللي كيبغي يبقى يتصل بيا في الليل. الحمد لله على كل حال الناس تجاوبوا معنا، وكاين شي ناس من خارج المغرب اللي تعاونوا معنا بواحد المبلغ مادي، لا داعي بذكر الاسماء ديالهم حيت الناس ما باغينش يتعرفوا. وكاين واحد السيد باغي يتبرع علينا بكلوه، ولكن قال لك انا ما باغي لا اشهار لا حتى شي حاجه، وانا كنطالب محسنين. الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم لما وقفوا معنا وعاونونا في مصاريف العمليه. الله يجازيكم بخير، نهار على نهار حنا كنتعذبوا. انا الزوج ديالي مازال صغير وهي الاعمار بيد الله، ولكن انا بغيت نشوف الزوج ديالي بصحه جيده، وبغيت نشوفه بخير وعلى خير. بغيت نشوف الزوج ديالي كيتعذب فين يخرج مع صحابو كيقول لك انا باغي ندير شي حاجه بدراعي، باغي نخدم، ما باغيش عيط نبقى جالس الناس تصرف عليا، عيط الناس عطيني هذه حشومه، كيقول لك انا باغي نجيبها بدراعي. الله يجازيكم بخير، اللي كيعرف شي واحد يتواصل معانا. الله يجازيكم بخير. الفصيلة ديال الدم ديالو هي فصيلة الدم ديالو او الطبيب قال لنا راه يقدر راه عنده امل في الحياه، قالنا لا لقيتو اللي وقف معاكم وهذا راه عنده امل في الحياه، والحمد لله كل شيء عنده مزيان. هما تيقول لنا خاصك اي واحد تيتعامل معنا تيهضر معنا كيقول لك انا نتبرع لك من الساعد، ولكن خاصني مصاريف العمليه. انا الاحساس ديالي صعيب بزاف ما نقدرش نوصفه. انا قبل ما ندير فيديو كنت متاثر بزاف والله اللي كان عالم بيا، ولكن من بعد الفيديو الناس كانت كتواسيني وكانت الناس اللي كتساندني وكتعاوني وكتوقف معايا الحمد لله. غير ديك كلمات كيقولوا لي الله يشافيه، هذيك راه عندي اغلى ما في الدنيا. الحمد لله لقيت دعوات مع الناس بزاف، واخا ما يعطونيش مبالغ ماليه الحمد لله الناس بعدا راه داك الدعوه راه كتكفي. انا كنتمنى بغيتكم تعاونوني وتوقفوا معايا، ديروا لي خاتكم، شوفوا في بعينيكم وحنوا في قلوبكم. الله يجازيكم بخير. كنشوف انا كنشوف في اليوتيوب كنشوف الناس كيوقفوا معاهم كيعاونوهم كيساندوهم، علاش انا بغيت الناس يوقفوا معايا ويعاونوني على هذا السيد؟ ما بغيتوش يضيع، هي الاعمار بيد الله، ولكن ما بغيتش الزوج ديالي يضيع. مازال بغيتو نشوفو قدامي في الحياه، بغيت نشوفو تا هو كيضحك، نشوفو عايش حياته، ما نشوفوش بحال هكا دائما كناكلو غير شي حاجه ولا هذا. ما خاصنا نديرو ليه ريجيم، كيقول لك علاش انا ناكل هذا الماكله وانتوما كتاكلوا هذه؟ انا الموت خير ليا، الا ما عومناه ما يعوم، إلا ما خرجنا معاه شي بلاصه كنبقاو مشطونين، كيمشيو معاه غير صحابو يخرجوا معاه، كنبقاو ديما دايرين بالنا معاه. حاليا البارح كانت عنده حصه وجا معصب قال لك انا غنبقى ندير في هاد الحصص، انا الموت خير ليا، انا هادي داز ليه دراعه بالدم. البارح تخلعنا عليه بزاف وراه هو غيوريكم دراعه. الله يجازيكم بخير المحسنين، اللي كيشوف فيا يساهم معايا ويعاونني بالقليل ولا بالكثير، المهم يعاونوني ويوقفوا معايا في العمليه. الله يجازيكم بخير، الله يسهل عليكم والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم.